هنشوف اصحابي جبنه، طريقه الجبنه الموتزاريلا دي انا شفتها في قناه قالت هاتي اي جبنه قريش، بس انا اعتقد هنشوف. هي الجبنه طبعا اللي استخدمتها بخيرها من عند فلاحين، لكن هذه من السوبر ماركت. حطي شويه ملح في الميه، وهنسقط الجبنه القريش. طبعا هذه جبنه قريش عاديه انا اشتريتها من السوبر ماركت اهو. هنشوف هتعمل جبنه موتزاريلا ولا لا، بس انا اعتقد مش هتنفع لان الثانيه بخيرها. هدول قطعتين مثل ما انتم شايفين اهو، هنقلب فيهم ونشوف. الحياه تجارب. هنشوف، بس هو شايفين من البدايه يعني فتفتت. هنشوف هتعمل جبنه موتزاريلا ولا لا. هنخليها دقيقه ونشوف هتعمل جبنه موتزاريلا ولا لا. هنخليها دقيقه داخل الماي ونشوف اصحابي اهو مثل ما انتم شايفين. شايفين اصحابي الجبنه فرفتت، يعني الجبنه بتاعه السوبر ماركت فتفتت اهي. هي اللي كانت عاملاها جايباها من عند الفلاحين، يعني اللي هم عندهم بقر، مش بقر، جاموس. لان الجبنه هذه عشان تعمل جبنه موتزاريلا لازم حليب جاموس، يعني لازم تكون حليب الجاموس. دي بتاعت الشركات اللي هي بيبقى لبن بقر، وطبعا اكيد منزوع الخير اهي. شايفين فتفتت الجبنه خالص، ما عملتش زي ما هي عملتها وعطت مطه. فجبنه السوبر ماركت شكلها اكيد مش هتنفع، بس برضه هنمشي معاها للاخر، يمكن التجربه تنفع ونجرب. شايفين هي فتفتت خالص، هي مع القناه اللي عملتها شدت على طول كانها جبنه موتزاريلا، لان هي جبنه معموله بلبن جاموسي اللي هو بافلوس. بخيرها، الناس مش شايلين الخير بتاعها. شايفين هذه بتاع السوبر ماركت فتفتت اهي اهي. هنصفيها وهي كده خلاص، يعني فتفتت خالص. هنصفيها الحين ونجمدها ونشوف هنبشرها وهتطلع جبنه موتزاريلا ولا لا. ادي احنا، ما هي باظت الجبنه يعني، بس هنزودها للمشي يعني، مش ما عندناش حاجه هتبوظ. الحين هصفيها وندخلها تجمد ونبشرها ونشوف هتعمل جبنه موتزاريلا، يمكن تصلح التجربه. هصفيها ونشوف. شايفين اصحابي انا طبعا هي عملت خساره اهي. شايفين حطيتها بقى، لازم نخليها تتصفى خالص حتى تبرد عشان نقدر نقورها ونسويها كره ونشوفها يمكن تظبط ولا ما تظبطش. بس هي اصلا العمليه فرفتت، معنى فرفتت لان هي منزوع منها الدسم اصلا. اللي هي سوتها هي بخيرها من عند الفلاحين، عاملينها بخيرها، ما شالوش الدسم منها. يعني بياخدوا طبقه الزبده اللي هم بيعملوها زبده، والباقي اللي هو الخض بيعملوا بيه الجبنه، فبتكون بخيرها، ففيها نسبه الدسم اللي هو بيبقى في الحليب الجاموسي، فعشان كده هتمط معاكي وتعمل جبنه موتزاريلا. لكن هذه بتاعه الشركات والمصانع نازعين منها الدسم اصلا، فمش هتنفع. ادي احنا بنجرب، هنخليها تتصفى وبعدين نشوف نكورها ونشوف. الحين اصحابي الجبنه مثل ما انتم شايفين صفت الميه بتاعتها خالص، هحطها في كيس نايلون. طبعا هي مفتفته، فمش احنا ماشيين مع بعض التجربه. هحطها في كيس واحطها في الفريزر عشان نقدر نبشرها ونشوف هتعمل جبنه موتزاريلا. خليكم معانا، هحطها في كيس ثلاجه اهو، هذا كيس ثلاجه، واحطها في الفريزر عشان نقدر نبشرها ونشوف التجربه، هنكمل مع بعض. الحين اصحابي الجبنه لسه ما جمدتش قوي، بس هنحاول نبشر جزء منها ونشوف. الحياه تجارب اهو. خلينا نجيب خبزه نحطهم فيها ومقلايه ونشوف. الحين اصحابي اهو الخبزه نحط فيها الجبن ونشوف ايش النتيجه. الحياه تجارب، ادي احنا بنجرب مع بعض ونشوف. بس هي اعتقد حتى لو عطت مطه يعني ما تنفعش البيتزا، تنفع تعمليها حشوات، يعني تحطيها داخل حشوه سمبوسه فطاير كده يعني.
اهو، تعالوا بقى نحطها على النار ونشوف. الحين اصحابي حطينا نقطتين زيت، وهنحط الخبزه اللي فيها الجبن وننتظر حتى تسخن ونشوف هتسيح ولا مش هتسيح. الحين اصحابي الخبزه زي ما انتم شايفين احمرت اهي، تعالوا بقى نقسم الخبزه ونشوف هتمط ولا لا. اهي اصحابي طبعا الخبزه سخنه جدا، حاول امسكها بكلينكس من المطبخ نشوف. يعني من البدايه كده ما فيش مطاطه، خلينا نقسم ونشوف. اهو شايفين ما مطتش ولا اي حاجه، ليه؟ لان دي جبنه شركات مصانع يعني، فما اصلا هم شايلين الدسم منها. اللي سوت التجربه جايباها من عند فلاحين، الفلاحين بيكون جاموسي، والجاموسي ما بيشيلوش منه الخير، يعني بيعملوا الزبده وياخدوا القشطه والزبده، وبعدين اللي هو الخير بقى اللي هو بيبقى فيه الدسم بتاع الحليب كله الجاموسي بيبقى فيها، فما تعملش حاجه. اهي شايفين ما مطتش ولا اي حاجه، عطتني كانها جبنه روكيتا بس بالظبط اهي. فانت بقى امتى هتنجح معاكي؟ في حاله لو اشتريتي جبنه قريش من فلاحين بخيرها، عارفه ان هما مش بيشيلوا خير اللبن، فهي فعلا هيبقى فيها، هتعمل مطه. ليش؟ لان هو اصلا حتى انت لما تعملي الجبنه الموتزاريلا ما ينفعش تعمليها بلبن بقر، هتفشل معاكي، لان لبن البقر خفيف ما فيهوش دسم. لازم عشان تعملي جبنه موتزاريلا معاكي في البيت لازم تعمليها بلبن جاموسي، وتجيبيه من عند فلاح مش من عند لبان، عشان يكون بخيره ما بيشيلوش خيره. فبالتالي لما بتحطي الجبنه سواء جبتي من عندهم جبنه قريش او جبتي الحليب وفصلتيه حطيتي الملح والخل، على طول بيفصل بيديكي كره الجبنه وتلاقيها مطت، لان فيها نسبه الدسم عاليه، فالدسم هو اللي بيخليها تمط. فحبينا نعمل التجربه والحياه تجارب. هذا تقدري بقى تستخدمي الجبنه دي في ايه؟ في تشيز كيك، لان هي تعتبر زي الروكوتا. اوكي، تزودي بيها مش كده يعني، ما فيش حاجه عندنا بتترمي ان شاء الله. حبيت بس اجرب معاكم ونشوف التجربه، وخيرها في غيرها ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جاي، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.